انتوا عندكم عنوان دي لا شقاوة ولا إهمال، دي ده فرط حركة و نقص انتباه. نقص انتباه. ممكن تشرحي العنوان الأول؟ طيب، احنا الاضطراب اللي احنا نازلين بنوعي اكتر بيه المدرسين والاولاد واولياء الامور هو اضطراب اسمه اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. كتير من الاولاد بيبقى عندهم حركه زياده وبيبقى عندهم الاضطراب ده، بس الاهل بيبقوا شايفين دي شقاوه، بيبقوا شايفين ان الطفل هو اللي مهمل، فبيطنشوا بيطنشوا وبيبتدوا يعاملوا الطفل بطريقه نيجاتيف، يعني يبتدوا طول الوقت ايه اللي انت بتعمله ده، بيتخيلوا ان هو قاصد يعمل كده، مش قادر يقعد. فممكن يتجاهلوا برضو عن قصد علشان يعني نوع من بالظبط، يعني احنا التعليم دايما الاولاد والتربيه. بيجوا لنا اولا بعد فتره طويله ودايما بيبقوا اخدين عن نفسهم انطباع ان هم مش كويسين من كتر طريقه التعامل سواء في المدرسه او في البيت. فعشان كده كان السلوجان شويه بيحاول يقول ان يا جماعه لا، الطفل مش المشكله، مش عند الطفل، المشكله عندنا احنا، احنا مش عارفين نتعامل معاه، وان دي هو عنده حقيقة. مشكله ليها حل بس احنا اللي مش عارفين نوجهه أو صح. ممكن الأم تزعق مثلا. ده كتير جدا، ويعني هي كمان بيتزعق لها، يعني دايما يقول لها دي سايبه ابنك كده ليه، صح. فهي كمان بتبقى ده جايه ممكن يتزعلها من الأب أو من يعني كل من الناس اللي الزوج. حواليها، حتى لو هي خارجه الولد بيبقى حركته كتير وهي عامله مجهود كبير، بس الناس شايفه انه بيتحرك كتير فيبتدوا يقولوا لها انت ليه سايباه كده. فعكنن على الخروجة كلها، فهي يعني اللي بتلام بالظبط، كتير منهم يقولوا انا بطلت اخرج خلاص، انا قاعده في البيت بيا طول الوقت. احتراما لنفسها. لان هم هي الناس مش فاهمه فبتبتدي تلومها. فكانت الفكره اللي احنا عايزين نعرف الناس ان في حاجه في الدنيا اسمها كده، ان ده اضطراب يا جماعه، وكمان من الحاجات اللي ليها حل. فالموضوع لو بس خدنا بالنا وتوجهنا للمكان الصح هيبقى ان شاء الله في حل.